الله لكم الأجر بشهادة الإمام الصادق عليه السلام، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقكم وإيانا للعلم والعمل الصالح دائما. ثانيا، أيضا في هذه الأيام، أيام هذا الوباء، لا نعلم حقيقة متى ينتهي، خصوصا الأخبار التي نسمعها يوميا، أخبار غير مطمئنة، لكن الله تبارك وتعالى يعني قادر على أن يرفع البلاء. فأوصيكم بالدعاء الشديد الشديد، في بعض الحالات هناك حاجة وبعض الحالات هناك تشتد الحاجة. حقيقة الآن الحاجة شديدة واشتدت الحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وينقذ العباد والبلاد من هذه الفتنة ومن هذا المرض ومن هذا الوباء، ونتقرب إلى الله تعالى بالنبي وآله أن يحمينا ويحميكم جميعاً.